تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا زرانا في رياض العلم أزمانا أحيينا وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا فهذا اليوم يحيينا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا تقلدنا وساما بات يرقى في معالينا سنذكر ماضي الذكرى إذا الأيام تنسينا ونذكر أننا قلب وسلوة تلاقينا ونذكر أننا ورد زهور في روابينا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا زرانا في رياض العلم أزمانا أحيينا وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا فهذا اليوم يحيينا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا تقلدنا وساما بات يرقى في معالينا سنذكر ماضي الذكرى إذا الأيام تنسينا ونذكر أننا قلب وسلوة تلاقينا ونذكر أننا ورد زهور في روابينا تخرجنا دعونا الله marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka uhaniikum ya xifaat alquraani alkariim allahu yu'izzakum waxaan u tahniyadeenayaa dhalinyarada quruxda badan leh ama wajiyada quruxda badan leh ee hortayda soo fadhiya ee dhameeyay kalaamka rabbi waxaanan allah subhanahu wa ta'ala idin weydiinayaa inuu idinka yeelo kuwii guuleysta labada daaroodba waxaan aad ugu hambalyeynayaa maamulka iyo macalimiinta markis Maryamatu bintu Cimraan waxaan idin leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala hawsha aad haysaan ha idinla garab galo intaa markaan ka soo gudbo waxaan idinla wadaagi doonaa mowduuc yar oo ka hadlaya barashada qur'aanka kariimka iyo allah subxaanahu wa tacaala sida uu qur'aanka inoogu booriyey iyo fadliga uu leeyahay qofka barta qur'aanka waxaan ku horeyn doonaa fadliga uu leeyahay qofka barta kitaabka allah subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa idinku khayrka badan kiina barta qur'aanka dadkana sii gaadhsiiya waxaa isweydiin leh qur'aanku maanta miyuu inooga baahan yahay innaga wax garaba waa maya qur'aanka ayaa allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ilaaliyey laakiin innaga ayaa qur'aanka u baahan waayo aayad kastaad qur'aanka akhridaa waxbay ku faraysaa ama waxbay kaa reebaysaa qur'aanka barashadiisu waxay ka qayb qaadataa noloshaada hagideeda
إلهي سبحانه وتعالى قرآنه وكل يهي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى وحو كل يسوق النبي محمد الله الله وحان سعود جيني كتاب كتاب كاسوه مدبر كيسان وحان سعود جيني آياتك سئال متدبرتان. سيدوك الله سبحانه وتعالى قرآنك وكل يهي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إلهي سبحانه وتعالى وحاوه نوشيغي هدي أين أخرنا قرآنك وأين نقنك وكتدبرا وأين نقنك وقوه قرآنك الدبو إيغا إن نقنطنا قرآنك شيئنا أنفع. قرآنك برشدي سو واحد مودا وقتيضا ضنبي إن نقضي عانتهاي وحلقي أبا المها إلا جيو مركزك قرآنك كدب المه قرآنك ما نتو قرنوايو إلا يلاهو معلنك لعنانتو عنانتو معلنك ماها إوا والدك صابتا والدك وحا ومزولك يهي المهير سو أطوى باري لها سو معلنك وغطوى إسوغو ندام سن. قرآنك وحا وباحي يهي ماها كليا برشو القرآن هو باهي هي عمل فل إن أينك عمل فلنا قف قصت القرآن كبرتا وحواجب لك ذلك سارنا إن القرآن كعمل فلو القرآن ماها شيء أنت آذو قادة سيدة سكولك أما آذو قادة سيدة مادة التربية كدبنا آدمين لغيسو لكن القرآن هو شيء مرك آدم قشو آياتك هالليسا تدبرك قرآنك يكدقك قرآنك وحأي كينيسا إن أدنقته قفك آياتك استوى مقلو وآخريو فضلك وقرآنك ليه يقفك وقفك برتا قدنا وحن نرهنا معلنك مركا أي لبويديش قد محادك شقيسا يقول يراه ذقف وحا عن هاي معلن سؤال شوه الرئيس اللي ويديني وحا ويان وموحا تهاي معلن قرآن oo sidee madaxanuunka ugu dul qaadan karta waayay sitaan laakiin waxa aad ogaataa ilaahi ba subhanahu wa ta'ala karameeyay qofka barta quraanka qofka bara ummada islaamka quraanka waxaan idin la wadaagayaa laba qiso labada qiso waxay quseeyaan waalidinta waalidku waa laba mid oo imma waa waalid ilmihiisa uga taga wax dhaxal gala imma waa waalid uga taga ilmihiisa waxa dunyada oo yaani ku hormaro oo uu qof ku noqdo hadaba labada shay waxay ku dhacday laba amirul mu'minin oo islaamka soo maray Hisham bin Abdul Malik oo aha amir iyo Umar bin Abdul Aziz oo aha isaguna amirti mu'mininka ayaa waxa uu dhalay Hisham bin Abdul Malik 12 Umar 12 caruura Abdul Aziz bin Umarna wuxuu dhalay 12 caruura markaas baa waxa dhacday in uu Hisham uu caruurtiisa hal inan maalintii uu dhintay inan kasta uu uga tagay hal milyan oo dollar marka aynu jeerno u dhigno Umar bin Abdul Aziz oo isaguna boqor ahaa amirul mu'miniin ahaa waxa uu dhalay 12 caruur ah waxa uu dhintay isagoo haysta 18 dinaar waxaa lagu aasay 9 dinaar kafantiisa iyo qabrigiisa hawlihiisa oo dhan waxa soo haray 8 dinaar marka 9 lagu aasay 9 dinaar ba soo haray 9kii dinaar waxaa loo qaybiyay 12kii caruur ahaa Hisham bin Abdul Malik wuxuu ka dhintay namadiisa isagoo inaan waliba haysto hal milyan oo dollar ama hal dinaar hal milyan oo dinaar uu haysto markaas baa waxa uu leeyahay waxa looga waramayay qisadan Jaabir ayaa looga waramayay markaas baa wuxuu yiri Abdul Aziz maalinkii uu dhintay ee winta wadkiisa uga tagay waxa soo martay yaani muddo kadib waxa soo maray uu leeyahay ilmihii uu dhalay Hisham bin Abdul Malik isagoo suuqa dawarsanaya ilmihii uu dhalay Umar bin Abdul Aziz isagoo la baxaya 100 faras fi sabilillah la baxaya bal farqiga u dhaxeeya eeg ilaahay waxa uu siiyay waxa la weydiiyay Umar bin Abdul Aziz waqtigii ay geeridu soo dhawaatay
مركز بوير غوبت كيغا وبمان تيغين وحي الله كعاسيان بل سلاك محا أنوغتيغي وحي الله سبحانه وتعالى أي أقول دواذان وحا أنوغ السعداء لبدا قصة واردين توال لبميت ومد أبد كيسا وغتغا ما لا دنيا يمد أبد كيسا وغتغا وحو الدنيا دا كن نقن لها قف موغدا برشادة آد إلمها قبرت كتاب كالله وحا أقوش في عاد قاد الدونا مالين تقيامي وحا ترتب ما أنت مالين أنا ضباهنين لكن وحا إيمان إسا مالين أضباهن تهي هذا كود ذال إلمها سي أضبر لهاي كتاب كالله سبحانه وتعالى سيدوك لإلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحي نوغوش يغي السبوك هالله يمزولي يدا أي إلهي وحي قرآن كي نوغوش يغي الرجال قوامون على النساء يعني هو مسؤولية دي قيسك نيكو مسؤول بوك يا هاي قيسك مركا لغاية ما دو او آبه مقايا هاي او شقاكو مقايا هاي بوسك وحاكو ترتا هويو هويو دو اللبا ومد علمه دا كوهكتا كتابك الله سبحانه وتعالى يمد علمه دا كوهكتا آلاتك يمن كينا هايستا اقري هاي نويانا ilmaka staad aragto inuu wax noqdo waxa ka dambeeyso hooyo wanaagsan aabuha ka qayb qaato oo ha bixiyo masruufaadka uu wax ku baranayay laakiin waxa meesha taagan hooyadii baan ka maqnay waxaan ku soo toobaya barashada kitaabka allah la barta waa hagaha koobaad ee aad dunida haysato barashada aad kitaabka barata waa hormuudka kaliya ee aynu haysano si qaldan ha u fahmin oo ha oranin kitaabka waan bartay waanan xifdiyay bas lagaagama baahna waxa laga baahan yahay inaad noqoto qof ku dhaqma kitaabka rabbi inaad noqoto qof u hago kitaabka rabbi hal dardaaran baan siinayaa ardayda qur'aanka baranaysa marka waalidiinta laga yimaado halka dardaaran wuxuu yahay waxa aynu jaanis iyo fursad u helnay qur'aanku isagoo mujmala oo dhameystiran waxa aynu fursad u helnay macallimiintii ina baraysay waxa aynu fursad u helnay guriyaheenni oo bartana hadaba qur'aanku wuxuu idinka baahan yahay oo keliya inaad maanta noqotaan kuwa dhinaca qabsada kuna dhaqma kuna camal fala wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر هذا الحفل الكريم والجمع لحضور حفلتنا والقدوم إلى مدرستنا مدرسة المريا وبنت عمران لتحفيظ القرآن الكريم شكرا لكم يا برماقة موسى محمد وفهد دوتار موضوع معرفة المسارسة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا مضل له
ومن يذلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية السلام هل كم حكس جديد يا موضوع كسبسا قيمة أولي هاي معلمكم؟ التقليل من قيمة المعلم. لقد ظهر بعض ممن يتهاولون التقليل من قيمة المعلم أن ينتقصوا من مكانه، ولن يفلحوا بحال من أحوال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعضاه من مكانة. قال تعالى إلهي وحاو قرآن كيس كل يهي: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم لهم مكانة كبيرة يرفعهم الله بسببها درجات ودرجات. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضعين حتى نملة في جحرها حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إن الطالب العلم مظلوم باحترام المعلم التي تلقي بهم، لأن كل من يتدم في سلك أن يكون على وعي كامل بشرف شيء الذي يدلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يدلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتدعو على تحتها ردا للطالب. وحاو هذا الأولي هي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكشي يا أنبياء عليه السلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يوارثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه الله بخد وإفراد. السلام عليكم. وعن ديكم هاد علني أستشرفت له أدير دقي سنسين. وعن ألك نقم هاد علني يا معلمي تشرفت له أنا صاري. وعن أم هاد علني يا مر لبادي مر ستها مملكة مردرستها مع الأسماء. وحنو ما أدعلي يا دمان مع الميت نودك تا قرانك نقصو قرسي سهل كاين ما تدمين قرانك، وإن شاء الله وانا نقنو نكد ذالي دونا وحين آخر دونا ولا شيء سامية قيمة أولى يا أردق وناكسن يا ديد وناكسن عزيز الطالب والطالبة يضانا نقبح يا سعدوا ولا يولا الشيء سامية علي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية هل كانوا حنجمع علينا يا معلمين تا والدين تسيد شرفت له، إن هل كانوا قصوا قيب قلي أرضي دمان عدو الباء أو هل كان جوكتا مرت شرفتا عدو الباء يا معلمين تا مدرسة دا ما ملك دا مدرسة دا أنت با هل كان بنعين وجمع هذا علينا يا وحن لا يهود ما تنتهين مرك كوباد يا مرك لباد با إلهي أيا مهله مرك لباد معلمين تا أرضي يا والدين تا مركز دحاد مدرسة دا مركز مريم بنت عمران. أنا أقول هل كان وحنا كسوة كذينا يا موضوع كسب سن عزيزي الطالب والطالبة. أنما سبق يحتم عليك أن يحترم المعلم معلمك، وأن تعلم أن منزله كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كرمه، وهذا يفرض عليك أيضا أن تنتبه إليه أثناء شرح الدروس، وأن تخفض صوتك عند الحديث إليه، وأن تتفاعل معه وتظهر اهتمامك به. وقد أكد الإسلام هذا على هذا الآداب وأمر بها. ربما تستمع أو ترى بعض الطلاب غير المضبضين به يتعاملون برعنة المعلمين، وهذا أن أدل فإنما يدل على الخير للذى، وهو الطالب هؤلاء الطلاب الذين لم يعرفوا الغاية من التعليم ولم يعرفوا قد غدر المعلم ومنزلته. ومن المتوقع أن هؤلاء الطلاب لن يفلحوا في حياتهم الدراسية أو الاجتماعية بسبب انتقاصهم من المعلم،
وأنت العزيز الطالب والطالبة إذا أردت أن تكون من المتفقين في دراستك، وإذا أردت أن تتحقق علمك الدراسة، فعليك باحترام المعلمين وتقوية على علاقات بهم، لأنك فإن فعلت ذلك فاستحصل على ما لديهم المعلومات المهمة، ويستعملون معك معالمة الرقاية التقليل بأخلاقك النبيلة. أما إذا كنت تعقيد أن دورهم لا قيمة له، فمن متعوق أنك لن تحصل علما ينفعك في حياتك العلمية والعملية. لذاك قال الأمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله: قم المعلم وفيه تجليلا، كذا المعلم أن يكون رسولا. أبد بها سنتين والدين أردين معلمين. تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا، ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا، ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. سرانا في رياض العلم أزمانا أحيينا، وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا. ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا، ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا، فهذا اليوم يحيينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا، ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تقلدنا وساما بات يرقى في معالي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد إلهي بها سبحانه وتعالى هذه السكلة ينوس يرقي بها حفلة دي قليل شبين تعرضي ذا يصيبك لا أبا المريتي قارن هو أبا المريناي. إلهي بها سبحانه وتعالى ينوس يرقي بها وحن آذي أدهم هنقيا والدين تشرفت إيا قيمها إيا إكرام ظلا كسو قيب ضلي سيدوك لو حنادي أدهم هنقيا متشرفت إيمها لا يبنى لغلا سو قيب ضلي سيدا مركز كالخلوة ويقص علان وهم علم ولا شيء من هذا اللي سيح عند عبد الغني دوما مثلا مرقول كرام لما تبغى من هالسنتي أرض الوالد المرتي المعالم أنت نبا الله سبحانه وتعالى إنك أبا المريو أتشيبتان كأنا سوء أتشيبتان نسانة حسنات الله سبحانه وتعالى هذه القدرة أنت أكذب وحينا ماضي أرضي شهادة المقدسين عليه
حفظها قرآنها سدى خلوا حيضا رماضي أرضيني لقاعدة قرن شبسية قرآنها إنما أرغب فرياء أيها وحي سوى الشران كوي قرآنك يكوي هكادة وأي هكادة هو مهم لأنه قفك وهكادة يعني حيسك وصي هكادة لغا صور إسوه وأنا الشيقة ومركز أستان في علامتها إن أرضك هكادة لغا صور إسوه أرضيني هكادة يكوي قرآنك أين شهادوين في السيمة وحكا الله ومحا إله أرسل لغا شهادة ومركا مدعيتها هي مركزك معهدك خلوة نور الإيمان وليه هي سيدو كلا أرضيه قيبه ذلك الدول كل أرضيه حق هرفة لذا عسان كحرم وأرضيه توقع جزء لما يستطيع توان جزء أي لما يستطيع أو يبو شهادة ملاها لكن قيب تمدو بحرم يو كوفية دا عرامة دا يوتهاي واتخرج يغو سيدو كلا معلمين تنهار معلمين كاكوكي تشيري ويسوكو لكن بلا دريسة سيداس أي مركا شهادين في نوم رمضان شهادة أي وحى له مركز معهد حلوة نور الإيمان ما مليه سا أي شهادة إن شاء الله تعالى قدوم الدونة وصوكع الدونة هتويلها كده في ساعة ما على يتفضل مشهور باجورا Sorry.
ترقب بدن يا أرضي إذا It's